بصراحه عندما انا نزلت من الطائره واستقبلوني الوفد الاوروغواني، ما انت كان استقبال بصراحه ما كنت اتصوره. هنا عيناق وقبلونا وقالوا لنا هذه ارضكم وفهمت، فنسونا بصراحه معاناه الطائره اللي كنا فيها. ولكن هل كنت تفضل ان تكون مثلا في بلدك تونس؟ والله بالنسبه لي طبعا بلدي هذا لا شك ولا اختلاف فيه، ولكن ما الامريكان ما ارادوا، قال لك ما نقدر نبعثك لبلدك لان بلدك فيه مشاكل وفيه كذا، وكان كنت افضل ان اذهب الى بلدي. يعني كل انسان يحب بلده، هذا لا شك ولا اختلاف فيه. هل فكره في المستقبل للعوده الى تونس؟ والله نشوف الوضع، اذا كان الوضع جيد في تونس ويسمح لي ان ارجع ارجع، ولكن بالنسبه لي انا الان انا ما افكر ان ارجع الى تونس بصراحه، ما اكذب عليك. شكلك قلق من المستقبل. لا مش قلق، والله غوانتانامو علمتني كثير من الاشياء، خاصه مساله الصدق. ما تصدق كل 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 واحد هناك يكذب عليك، المحامي يجي يكذب عليك، المحقق يجي يكذب عليك، الحراس يكذب عليك، كل شيء يكذب عليك، فاصبت عن مثل رده فعل هكذا، ما تصدق ولا شيء اللي ما تشوفه بينك. انا ما صدقت نفسي اللي سأنزل إلى هذا البلد إلا ما زلت من الطائرة، بعدين صدق وأنا في الطائرة قلت ممكن يغيروا رأيهم في أي فئة. أيوه. فكل الحمد لله، معناته نحن مسلمين وأماننا بالله كبير، معناته كلمة ما نخافوا من المستقبل عادي، معناته عدينا 13 سنة في غوانتانامو حلوة ومرها، ولكن تعدت. هل ما زالت تطاردك ذكريات غوانتانامو؟ والله شويه هكذا بعد المرض، تشوف مستحفظ حتى بالسروال اللي جيت بيه من غوانتانامو والحذاء من غوانتانامو، هذا من الاثنين، هذا سلموا لي الامريكان بهذا طبعا، ما عدا الفانيله، الفانيله اشتريتها من هنا، اما بعد السروال الواحد ما زلت مستحفظ بها هكذا. اكدت انك لا تريد الحديث عن غوانتانامو عن الامريكان. ما 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 الحديث. لان ما في فائده، ايش الفائده اني اتحدث عن غوانتانامو؟ انا ما في فائده، خرجوا اخواني قبلي وتكلموا على غوانتانامو وتكلموا ما في فايده، هذا عباره مش تكلف عمي. هل تنوي رفع قضيه على الامريكيين مثلا؟ لا لا ما اريد ارفع لهم قضيه الان، ما 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 ارفع لهم قضيه على مين؟ ما 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 في فايده. ما هي رسالتك الاخيره؟ ما هي مشاعرك في هذا اليوم وانت حر طليق ولكن في ظروف ربما تختلف عما كنت تامل؟ والله بصراحه ما اكذب لك، انا كاني ولدت من جديد، كاني طبعا كنت كاني كنت في فك تمساح، فهمت، وخرجت منه، فهمت بصراحه، وجيت في ما انت في مكان ما كنت اتصور. انا كنت خايف من الاوروغواي بصراحه، انا كنت قلت امريكا اللاتينيه وتعرف بلد فقير وكذا، ولكن عندما رايت الشعب ورايت الناس ورايت الرئيس متاعهم يتكلم علينا وكذا، فبصراحه اطمئنت شويه، ما انت لان في شبه ما انت اطمئنان. وبصراحه ما اقدر، انا اشكر الشعب الاوروغواني كله بالنساء برجاله باطفاله بكله، صرت الصدق ما تصدق كل 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 واحد هناك يكذب عليك، المحامي يجي يكذب عليك، المحقق يجي يكذب عليك، الحراس يكذب عليك، كل شيء يكذب عليك، فاصبت عن مثل رده فعل هكذا، ما تصدق ولا شيء اللي ما تشوفه بينك. انا ما صدقت نفسي اللي سانزل الى هذا البلد الا ما زلت من الطائره، بعدين صدق وانا في الطائره قلت ممكن يغيروا رايهم في اي فئه. ايوه. فكل الحمد لله، معناته نحن مسلمين واماننا بالله كبير، معناته كلمه ما نخافوا من المستقبل عادي، معناته عدينا 13 سنه في غوانتانامو حلوه ومرها، ولكن تعدت. هل ما زالت تطاردك ذكريات غوانتانامو؟ والله شويه هكذا بعد المرض، تشوف مستحفظ حتى بالسروال اللي جيت بيه من غوانتانامو والحذاء من غوانتانامو، هذا من الاثنين، هذا سلموا لي الامريكان بهذا طبعا، ما عدا الفانيله، الفانيله اشتريتها من هنا، اما بعد السروال الواحد ما زلت مستحفظ بها هكذا. اكدت انك لا تريد الحديث عن غوانتانامو عن الامريكان؟ ما 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 الحديث، لان ما في فائده، ايش الفائده اني اتحدث عن غوانتانامو؟ انا ما في فائده، خرجوا اخواني قبلي وتكلموا على غوانتانامو وتكلموا ما في فائده، هذا عباره مش تكلف عمي. هل تنوي رفع قضيه على الامريكيين مثلا؟ لا لا ما اريد ارفع لهم قضيه الان، ما 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 ارفع لهم قضيه على مين؟ ما 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 في فايده. ما هي رسالتك الاخيره؟ ما هي مشاعرك في هذا اليوم وانت حر طليق؟ انا ما صدقت نفسي اني سانزل الى هذا البلد الا ما زلت من الطائره، بعدين صدق وانا في الطائره قلت ممكن يغيروا رايهم في اي فئه. ايوه. فكل الحمد لله، معناته نحن مسلمين واماننا بالله كبير، معناته كلمه ما نخافوا من المستقبل عادي، معناته
عدينا 13 سنة في غوانتانامو حلوة ومرها، ولكن تعدد. هل ما زالت تطاردك ذكريات غوانتانامو؟ والله شوية هكذا بعد المرة تشوف مستحفظ حتى بالسروال اللي جيت بيه من غوانتانامو والحذاء من غوانتانامو، هذا من الاثنين هذا سلموا لي الأمريكان بهذا. طبعا ما عدا الفانيلا، الفانيلا اشتريتها من هنا، أما بعد السروال الواحد ما زلت مستحفظ بها هكذا. أكدت أنك لا تريد الحديث عن غوانتانامو عن الأمريكان. ما 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 الحديث. لأن ما في فائدة. إيش الفائدة أني تحدث عن غوانتانامو أنا؟ ما في فائدة. خرجوا إخواني قبلي وتكلموا على غوانتانامو وتكلموا ما في فائدة، هذا عبارة مش تكلف مع مين. هل تنوي رفع قضية على الأمريكيين مثلاً؟ لا لا ما أريد أرفع لهم قضية الآن، ما أرفع لهم قضية على مين؟ ما في فائدة. ما هي رسالتك الأخيرة؟ ما هي مشاعرك في هذا اليوم وأنت حر طليق ولكن في ظروف ربما تختلف عما كنت تأمل؟ والله بصراحة ما أكذب لك، أنا كأني ولدت من جديد، كأني طبعا كنت كأني كنت في فك تمساح، فهمت؟ وخرجت.